السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على الكاميرات وعلى الاوديو وكيفاش تلصق الكاميرا في كاسك وكيفاش تقاد معها الاوديو ديالها وفي الاخر تنطي الفيديو. قبل ما نبدا ونهضر على هادشي خصك تعرف باللي الموتوفلوغ ما مديرش لاي واحد. تقدر تشري الكاميرا وتشري الاوديو وتشري كلشي وفي الاخر ما يعجبكش داكشي غير تضيع فلوسك وصافي. لهذا من الاحسن تبدا بشي طريقه سهله وهي اللي راه تاخذ منها واحد الفكره كيفاش غادي يلصق لك هادشي. انا كي درت اول فيديو ديالي درته صورته غير بالبورتابل ديالي والاوديو كذلك. هذا هو الكليب اللي صورت. واخا كان باب غادي بشويه ولكن انا الصراحه ماشي بسرعه القانونيه اللي هي ما كتكونش هانتو شفتو كيخرج خرجات الكاليتي ديالو وكيخرج الاوديو كيدار. موراها بديت كنفكر نشري شي كاميرا باش نحسن الكاليتي ديال ليماج وحتى ديال الاوديو. ديك الساعة شنو كان المدينة اللي عايش فيها انا ما كانوش الكاميرات بزاف كيتباعو، يلاه كانت الجو برو وكانو شي وحدين اخرين ديال الشينوا. الجو برو صراحة كتجيني انا كبيرة في الحجم بزاف وخاصة انا بغيت نديرها في الجنب ديال الكاس ما نديرهاش في القدام. دوك عالقيت كنقلب حتى لقيت واحد النهار لقيت سميتو واحد سوني هي اللي خديت وهي اللي لصقتها في الكاسك. دابا هي اللي عندي خدام بها دابا ومنسقها في الجنب ديال الكاسك ديالي. هاد الكاميرا هادي انتوما كتشوفوا الكاليتي ديالها كي دايره. اول مره خديتها المشكل اللي لقيت فيها هو انه ملي كتكون غادي وكنصور بشي كاليتي مزيانه مثلا 1080 60 الكاميرا كتسخن، والا كان الجو مثلا بارد الغلاف ديال الكاميرا ولا الجوه ديالها كتكون فيه داخل الرطوبه والكاميرا كتضبط. دونك هل واحد الكليب كيتضبط الكاميرا. وهذا كليب بالاوديو كما في الاول كما كان عندي الجوا في الاول ديال الكاميرا. هذا الكليب ديالو وراها كي درت باش مابقاتش الكاميرا كتضبط هو تقب داك الجوا ديال الكاميرا تقبتو درت فيه شي تقيبات بحال هكا. ولكن المشكل اللي لقيت هو انه ملي تقبت داك الجوا ديال الكاميرا الصوت ولا عيان بزاف ولا كيتسمع الصداع بزاف وكيتسمع الصوت ديال البرد مابقاش كيتسمع كما كان في الاول. في الاول كانت كاليتي الصوت شويه ما بيهاش، مثلا كنوصل داك 40 كيلومتر في الساعة كيبقى الاوديو مزيان، ولكن اون فوا كنفوت داك 60 صافي كيتسمع غير البرد بوحدو. دابا ملي تقبتها ولات غير كنفوت داك 20 10 صافي مكيبقاش يتسمع الصوت كاع. المهم بقيت كنقلب على كيفاش نحسن الكاليتي ديال الاوديو ديالي. هنا في تطوان ما لقيت حتى شي حاجة وبقيت كنصاوب هكاك الفيديوهات عادي واخا الكاليتي الصوت ناقصة بقيت كنصاوب الفيديوهات غير كنقص شوية من الصوت. دونك وشنو درت عاوتاني كنت خديت بغيت نبدل الفيو شويه. هاد سوني كنت مركبها في الجنب ديال الكاميرا الشمال وبغيت نبدل الفيو من القدام. داك الساعه شنو خديت الجو برو ايرو 4 سيلفر. هذا واحد الكليب الاولاني اللي كنت صورت بها. هاد الكليب هذا كنت درتو ودرت سميتها سكيلتون كيس، لا ماشي سكيلتون كيس، داك الكيس الاولانيه اللي عندها الباب محلوله باش كتدخل الصوت مزيان. هانتوما كي كتسمعوا البرد كي كيضرب فيها. نهار واحد اخر جربت نخدمها بدور واحده اخرى
داك كتجي رقيقه شي شويه يمكن لك تخدمها من تحت الماء وتخدم ليكرون الطاكسي اللي فيها من اللور، ولكن بدات كتضبط بحال اللي كان كيوقع لي الكاميرا اخرى سوني. دونك شنو درت؟ رديت للباب الاولاني اللي محلول وبقيت كنصور بها مره برا. رانا بقيت هكاك عاود كندير فيديوهات بها ونخلط بسوني، ومع ذلك بقات الكاليتي ديال الاوديو ناقصه بزاف. حتى دابا المشكل في الموتوفلوغ كتلقى المشكل تلقاه في الاوديو ما تلقاش في الفليماج. بقيت كنبوستي هكاك. واحد النهار هو يدير لي الاورديناري بايكر واحد الكوماند قال لي خاصك ضروري تحسن كاليتي ديال الاوديو. صافي داك الساعه بديت كنقلب على راسي ما بقيتش بغيت نتسنى اكثر. خديت سينا 20 اس هي اللي خدام بها دابا وهي اللي كنسجل بها الاوديو. هاد سينا 20 اس مزيانه صراحه وهي اللي غاليه فيهم كلهم، كاين لي برودوي وحدين اخرين سينا. هي كما كتسمعوا هذا الكاليتي ديال الاوديو ديالها، ولكن المشكل اللي فيه انه كتقطع الامبيانت نويز بزاف، يعني الصوت ديال برا والصوت ديال الناس والصوت ديال الموتور كتقطعو، ولكن المهم حسن من والو، حسن من اللي كان قبل. وباش كنسجل الاوديو كنسجلو بورطابلي، كنكونكتيها بالبلوتوث وكنسجل الاوديو بها. ولكن لي فونكسيون واحد اخرين ديالها ما كيبقاش خدامين، الانتركوم ما كيبقاليش خدام، الموسيقى ما كتبقاليش خدامه. المهم ضحيت بداك الموسيقى وداكشي الاخر باش نخدم غير الاوديو بعدا، بقيت سجل الصوت ديال الموتور وسجل الصوت ديالي حتى هو. دونك انا خدام بها دابا. والجو برو شنو درت؟ درت شريت ميكرو اكسترن وشريت سكيلتون كيس ديالها وركبته في الكاسك ديال الكروس اللي عندي. هذا هو الكاليتي ديال الصوت ديالها، وهنا فين مستق الميكرو دايره هنا في الجنب على اليمين باش كتسمع الصوت ديالو مزيان. الا درته لقدام غيبقى تسمع غير البرد بوحدو. دابا كيبقى فين غتلصق الكاميرا؟ الكاميرا الا كنتي غتدخل شكل بحال ديال سوني ولا بحال كونتور ولا بحال دريفت يمكن لك ديرها في الجنب ديال الكاميرا، في الجنب ديال الكاسك. الجنب ديال الكاسك كتعطيك واحد الفيو مزيان، كيبان الكاسك حتى هو في الكاميرا، يعني في واحد لابارتي الكاميرا كيبان فيه الكاسك، ولكن كتاخذ واحد الفيو مزيان. الا بغيتي تاخذ الجوبرو ما كيبقاوش عندك الاختيارات بزاف، يا اما ديرها فوق الكاسك، ما كيعجبنيش داك الفيو اللي فوق الكاسك، يا اما ديرها في الجنب، الجنب كتجي معيقه بزاف، ويا اما ديرها في القدام، القدام بحال اللي داير انا في الكاسك الاخر اللي عندي ديال ترون. هاكي كتبان الكاليتي ديالو كي كيبان. الا بغيتي انت تبدا بشي كاميرا، كاين كاميرات زوينين ورخاصين، ماشي ضروري تبدا بالجو برو ولا تبدا بسوني، يمكن لك تبدا غير بكاين ماركات وحدة اخرين ديال شينوا وعندهم كاليتي زوينة بحال شاومي إيكغيك إي، هاديك عندها كاليتي زوينة، وكاين اس جي كام حتى هي عاود كاليتي ديالها بامال، ورخاصين ماشي بحال الثمن ديالهم بحال الجو برو. وبالنسبة إلا بغيت هادو إلا بغيتي ديرها القدام ولا الجنب، إلا بغيتي بحال الشكل ديال سوني اللي عندي أنا حتى هي زوينة ديرها في الجنب ديال الكاسك، ولكن غير هو الأحسن تاخد شي وحدة يكون عندها ميكرو إكسترن. هادي اللي عندي أنا ما عندهاش ميكرو إكسترن، عليها لقيت هاد المشاكل هادو في الأول. إلا خديتي شي وحدة مثلا بالميكرو إكسترن تركبو لها في الأول غتجيك غدير شي كاليتي زوينة ديال الفيديوهات. كاينين سينا حتى هي عندها كاميرات بالميكرو إكسترن، سوني حتى هي عندها، دريفت حتى هي عندها. هادو الاختيارات اللي يمكن لك تاخذ منهم، كاين باناسونيك حتى هي، المهم كاين مجموعة ديال الكاميرات اللي عندهم ميكرو اكسترن هو اللي ينصحك تبدا بهم إلا بغيتي، هما كيبانوش عاو معيقين ماشي بحال الجو برو. بالنسبة للمونتاج شغادي نقول لك، كيبقى الاختيار ديالك. أنا كنبغي نخدم بلوجيسيال ساهد، عندي كنخدم يا إما بالكامتاتيا يا إما كنخدم بال سميتو لا في اس، هادو ساهلين في الخدمة ديالهم وما كيحتاجوش لا رام بزاف. وعندي حتى الفيغاس، ولكن الفيغاس ما كيتبلوكا لي البيسي بزاف، عندي واحد البيسي ثقيل كيتبلوكا لي بزاف وكنخدم بهادو ما كياخذوش رام بزاف. ديك الساعة المونتاج كدا شوية بشوية حتى انت كتحسن مع الوقت، قدي التويشيات فقط تنقص هذا تزيد وانت كتعلم مرة مرة، ما يمكنش دير فيديو على المرة الأولى. وشوفوا دابا انا غير الفيديوهات ديالي اللي كنت كندير في الأول، شوف الفيديوهات دابا ما
كاين كاين تحسن شي شويه ولكن المهم انا براسي ما كنعرفش في المونتاج بزاف ما كندير داك الشيء على قد الحال وصافي. المهم هذا مكان، يلا نخليكم دابا تهلاو تسا.